الفرقة المصرية للموسيقى والغناء أحيت ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة حفل ليلة الأبطال، واللي بيجي في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأبطال الأولمبياد المصريين الفايزين في أولمبياد باريس على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة. قدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء عدد من الأغنيات الوطنية زي يا حبيبتي يا مصر وغيرها من الأغاني الوطنية، ده في حضور أبطال الأولمبياد أحمد الجندي، سارة سمير، محمد جبر وعبد اللطيف منيع وكريمة بوكحلة ومحمد السيد. للمزيد بينضم لينا عبر الهاتف دلوقتي حسن الأبروسي المطرب بالفرقة المصرية للموسيقى والغناء. يا مساء الفل عليك. يا مساء الخير يا فندم. يعني الحفلة كانت سهرة كده لطيفة قوي غنائية بتحتفل بأبطال الأولمبياد الفايزين، كلمنا عن مشاركتك في الحفلة، الأغاني اللي غنيتوها، الأغاني اللي أنت كمان شاركت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل أي حاجة حابب أشكر أستاذ دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والأستاذ دكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة على حضوره المشرف، واستاذ عمرو الفقي رئيس المجلس التنفيذي للشركه المتحده، واستاذ اشرف سمنان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده. وبصراحه كان يوم جميل وممتع ومليء بالفن وشيء مشرف الحقيقه ان احنا نشارك في احتفاليه تكريم ابطالنا اللي رفعوا راسنا وراس بلدنا، ودايما باذن الله مشرفينا كده وفي العالي دايما. الاغاني اللي غنيتوها كانت ايه؟ يعني احكي لنا اكتر عنها. كانت مزيج من الأغاني الوطنية وأغاني من ألحان العظيم بليغ حمدي. عملنا بروفات كتير جدا الحقيقة على البرنامجين دول مع الفرقة المصرية للموسيقى العربية، طبعا تحت قيادة أستاذي ودكتوري، وهو مش مجرد أستاذ دكتور ولا مايسترو بس، الحقيقة هو أخويا الكبير دكتور مازن دراز. اشتغلنا كتير الحقيقه وتعبنا، والحمد لله ربنا يعني اكرمنا وتوج يعني مجهودنا الحمد لله، والحفله طلعت على اجمل وجه. دي كانت المشاركه الاولى ليك في مهرجان العالمين؟ لا لا، الحقيقه كانت المشاركه الثانيه، كنا لسه عاملين برضو حفله من كام يوم. وانا شاركت تفاعل الجمهور، انت النهارده بتقابل جمهور مختلف يعني من جميع الدول العربيه، جمهور اصلا جاي مبسوط بيقضي وقت حلو، تفاعل الجمهور معاك عامل ازاي؟ جدا الحقيقه الجمهور، هو انا عايز برضو يعني اشكر الجمهور، هو اللي كان عامل اليوم بصراحه. يعني هو اكبر عامل، هو اللي ادانا الطاقه اللي خلتنا نعمل الحفله بالشكل الكويس ده، طبعا بجانب التنظيم الجميل اللي ما يقلش اي حاجه عن تنظيم المهرجانات العالميه طبعا من الشركه المتحده، وحاجه مشرفه الحقيقه يعني. حسن احنا في نهايه حلقتنا خلاص، وخلاص هنختم دلوقتي، حابه اسمع منك كوبليه صغير قوي من اغنيه شاركتوا بيها في المهرجان سريعا كده نختم بيها. طبعا هغني لكم حاجه وطنية. اتفضل. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيامي الجاية، لا تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. الله عليك. شكرا. الله جدا. يا حسن، حسن الأبروسي المطرب بالفرقة المصرية للموسيقى والغناء، شكرا ليك ومبروك على النجاح الكبير للحفلة.